السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنتكلم عن رؤية البرتقان في المنام. بص يا حبايبي، رؤية البرتقان في المنام من الرؤى الجميلة، ورزق يعني ايه تقيل شوية لما يكون في ميعاده ورزق دايم. ذا الاستفندي، هو الاتنين زي بعض، بس الاستفندي عمره قصير شوية ورزق سهل بسرعة لانك انت بتقشر الاستفندي بسرعة عن البرتقان. البرتقان صعب في تقشيره شوية، انما الاستفندي بيبقى رزق ورزق سريع جدا. طيب ليه ممكن البرتقان عمره اطول؟ لانه ممكن يستحمل اسبوع اسبوعين، ممكن يعني يعيش فترة طويلة شوية، انما الاستفندي ما بيستحملش ما بيعيش، عمره قصير لانك انت بتقشريه بسرعة وتاكليه بسرعة. طيب ليه البرتقان رزق، وبالذات البرتقان الاخضر يا جماعة، ما تشوفوه في الشجرة ده بيبقى رزق ورزق جميل. البرتقان بقى ايه الحلو اللي فيه وايه الوحش فيه؟ اللي انت لما تكوني بتاكلي البرتقانيه وتلاقي فيها اللسعة شوية، الحمض بتاعها شديد، اللسعة بتاعتها شديدة كده ومش قادرة تبلعيها، ده بيبقى رزق ورزق بصعوبة. طيب لو واحدة حامل وشافت نفسها انها بتاكل برتقان وعلى قد المزازة بتاعت البرتقان او اللسعة بتاعت البرتقان هو حادق شوية او حادق، ده يبقى فيه تعب في الحمل بتاعها، هتتعب في الحمل شوية. طيب لو شفت ان انت بتشتري برتقان او حد جايب لك برتقان، ده بيبقى رزق ورزق جاي لك ورزق سهل. بالنسبه لعصير البرتقان يا جماعه، لو حسيت بسكر يعني انت بتشربيه ولوم سكر وحاجه كويسه، رزق ورزق حلو ورزق طيب، في مزازه بيبقى رزق ورزق بتعب ومعاناه. بالنسبة للبنت العزباء، لو شافت قدامها او في قدامها برتقانتين بالعدد، هم برتقانتين وهي عزباء، تعرف ان ان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمها بخطوبة قريبة جدا. طب لو البرتقانة دي كلتها وحست انها فيها لسعة الحمض كده واللي هي الحدق بتاعها، البرتقانة مش مسكرة، هيبقى الشخص اللي انت هترتبطي بيه ده هيبقى بتاع مشاكل، هيبقى كتير الكلام، هيبقى كلامه هيضايقك، هتعاني معاه. طب لو لقيت البرتقانية مسكرة، هيبقى الانسان ده كويس ومريح لانك انت بلعتيه ومش ما تعبتيش منه ومش عملتي منه، يبقى الشخص ده مريح وكويس جدا. للست المتزوجة، لو بتاكل البرتقان وحست فيه بالحدق بتاع الحاجة اللي بتعمل مش قادرة تبلع البرتقانية كده، الحمض بتاعه شديد قوي، ده عندها مشاكل ومتاعب مع زوجها وأولادها، مع البرتقان برضه دليل على الذرية كسرته. وإن جاب لما تكون البرتقانية بتلسع والحمض والست حمض بتجيب ولد، تشرب اللي بتاكل برتقان ومسكرة بتجيب بنت. دليل على لما تشوف شجرة البرتقان وفيها البرتقان كتير، الشجر البرتقان الأخضر ده بيبقى رزق ورزق دايم، عشان لسه هيصفر، لسه هيغير لونه، هيبقى رزق دايم معاكي شوية فترة طويلة. للطالب، لو شاف ان هو بيشرب البرتقان او عصير البرتقان او بياكل عصير البرتقان لقاه مسكر، ان شاء الله ربنا يسهل لك امورك في الامتحان او هتجيب مجموع. طب لقيت الحمض بتاعه مزز وعامل عليك، هتبقى هتعاني شوية في الامتحانات، مش هتجيب درجات كويسة. اللي بيستني وظيفة، اللي مستني سفر،
البرتقال كويس ومسكر، ان شاء الله ربنا هيبعت لك الرزق من السفر ده وييسر لك امورك في السفر ده. البرتقال الحمض بتاعه مزز صعب مش قادر تبلعه، اتعاني شوية وهيبقى فيه صعوبة في السفر وصعوبة في الرزق، واللي مستني وظيفة هيبقى فيها صعوبة. البرتقال مسكر، البرتقال حادق، حادق يبقى هتتعب شوية رزق بس فيه تعب. فدي رؤية البرتقال يا جماعة. امتى بقى البرتقال رؤيته غير محمودة؟ لما تلاقي البرتقال الأصفر البايظ، البرتقال بايظة فاسدة، ده بيبقى رزق ضايع. الحامل لو شافت البرتقال بايظة لا قدر الله بعد الشهر بيبقى فيه سقطان، الحمل مش هيكمل. لو واحد عامل مشروع وشاف شجرة البرتقال أو البرتقال فيها كله فاسد، المشروع مش هيكمل، هيبوظ. الست المتزوجة لو شافت ان هي في برتقان بايظ عندها كتير، ده رزق وهيضيع منها او رزق مش هيجي لها. فدي رؤية البرتقان يا جماعة، والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.